بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة بعنوان Cardiac Biomarkers. قبل أي حاجة عايزين نعرف شوية حاجات كده علشان نقدر نفهم اللي جاي، يعني أو نراجع شوية حاجات أناتومي كل area من الهارت، الاريا بتاعت العضلة بتاعت القلب اسمها المايوكارديوم، كل area منها بتبقى supplied ببرانش من الكوروناري ارتس، في مجموعة من الارترز او الشرايين اللي هي اسمها الكورونريز او الشرايين التاجية، هي اللي بتبدأ ان هي تسابلاي الهارت، وكل برانش من الكورونري ارتري بيسابلاي سيرتن اريا اوف ذا مايوكارديوم. اللي بيحصل ان الكورونريز دي زيها زي اي ارتري ممكن تصاب بتصلب في الشرايين او اثيروسكليروزس، وبالتالي يبدأ ان هو ممكن الاثيروسكليروزس ده يؤدي الى ثرومبوس او يؤدي الى اوكلوجن، يعني يقفل جلطه كده او زي حاجه زي الجلطه بتقفل الايه الارتري، وبالتالي البلاد فلو للاريا اللي هي سبلايد بالارتري دي تبدا يبقى البلاد فلو ليها ديفيشنت. اول حاجه عايزين نعرف يعني ايه مايوكارديال انفاركشن. في ثلاثة expressions كده لازم نعرفهم، يعني ايه coronary heart disease؟ ده معناه atherosclerosis affecting the coronary arteries، يعني في الاثر اللي هو تصلب الشرايين بس بيحصل في الارتريز اللي بتسبلاي الهارت. في expression تاني اللي هو acute coronary syndrome، ده معناه coronary heart disease او atherosclerosing affecting coronary arteries. الاثيروسكليروزس ده ادى الى ثرومبوتيك اوكلوجن، يعني في زي جلطه قفلت الايه الكوروناري ارتري وقللت الكوروناري بلاد فلو، يبقى هو كوروناري هارت ديزيز ذات ليد تو ثرومبوتيك اوكلوجن اوف ذا كوروناري بلاد فلو. المرحله اللي بعدها بقى ان الاوكلوجن بتاع ال الكوروناري ارتريز ده وتقليل الكوروناري بلاد فلو ادى الى نيكروزس اوف اني اريا اوف ذا مايوكارديوم. الحاجه بقى الثانيه دلوقتي او موضوعنا، عايزين بس نعرف جنرالي يعني ايه كلمه بايوماركرز. بايوماركرز ار كلينيكال لابوراتوري تيست ذات كان بي ميجرد اند كوانتيفايد، يعني اقدر ان انا اقيسها اشوفها موجوده ولا مش موجوده في الدم، وكان بي كوانتيفايد يعني لازم ممكن اشوف الكوانتيتي بتاعتها كميتها علشان اعرف مدى الدامج مثلا لحته معينه، كل ما الدامج يبقى اكتر يبقى الماركر ده ازيد شويه زياده شويه. اند ار يوسفول ان ديتكتنج ديسفانكشن اوف ان اورجان، يبقى ايه فايده البايوماركرز او الماركرز اللي هي بنقيسها في الدم اللابوراتوري ماركرز؟ اول حاجه ان هي تعمل ديتكشن للديسفانكشن اوف ان اورجان. حاجه الثانيه ممكن يوسفول ان ديتكشن اوف ذا ريسبونس تو ثيرابيوتيك انترفينشن، اللي هو الاستجابه للعلاج، بمعنى لو الماركر ده كان عالي وبعد كده ادينا ثيرابي او تريتمنت او علاج بيبدا الماركر ده المفروض ان هو ينزل، لان هو كده الديسفانكشن بدات تخف وبالتالي الماركر ده المفروض يقل نسبته او في الدم. عايزين نعرف بقى ايه هي الكرايتيريا اوف ايديال بايوماركر جنرالي وسبيسيفيكالي برضو للمايوكارديال انجري. الايديال ماركر لازم يبقى بيعمل ايرلي ديتكشن اوف ذا ديسفانكشن، يعني بالاخص اللي هي مثلا لينا اكزامبل بتاعنا النهارده اللي هو المايوكارديال انجري، يعني ما يجيش واحد عنده مايوكارديال انفاركشن بقاله فتره كبيره ويبقى الماركر يبدا يعلى لما يحصل اكتوال نيكروز، لا لازم في بدايات المايوكارديال انجري يبدا الماركر ده يعلى. الرقم اللي بعد كده ان هو it should be specific يعني relating to one organ and not others، يعني المفروض ان هو يبقى specific to the heart مثلا، ما يعلاش في الليفر ديزيزز، ما يعلاش في السكيليتال ماسل ديزيزز، فيبقى هو كده specific to the heart او specific to certain organ. حاجة تانية it should be sensitive. كلمة sensitivity بتقيس how often a test correctly
generate a positive result for people who have the condition that's being tested for. يعني بيقيس نسبة الترو بيبقى ليه high sensitivity يعني ليه true positive high true positive rate. يعني ايه برضو مش فاهمين sensitive يعني ايه؟ يعني للبيبل مجموعة من الناس عندهم myocardial infarction قد ايه من الناس دول ظهر الماركر ده positive فيهم. فبيبدأ ان هو يشوف لنا قد ايه من الناس دول الماركر ده كان positive فيهم. حاجة الرابعة ان هو it should be prognostic يعني can be used in follow up of the case. يعني ان انا ابدأ ان انا اشوف البروجنوزس بتاع الديزيز يعني بيزيد الحالة بتزيد او الحالة بتقل عن طريق الماركر ده. وممكن برضو يشوف لنا الريسبونس تو تريتمنت فبيشوف هل هو بيستجيب للعلاج ولا لا. حاجة الاخيرة بقى it should be simple rapid and of low cost. يعني لازم يبقى سهل في ان انا اعمله في المعمل، لازم يبقى بيظهر بسرعة ما بيتأخرش في النتائج بتاعته، لازم يبقى of low cost يعني مش غالي علشان نقدر نعمله لكل البيشنتس. النوفل اسبكت بقى of emerging biomarkers is their ability to detect inflammation, injury and processes that occur before actual myocardial necrosis. يعني ياريت بقى ياريت المفروض ان احنا عندنا في artery ده بيتقفل وبيحصل له occlusion وبعدين blood supply بيقل لل certain area of the myocardium وبيبدأ يحصل actual necrosis وديس للمنطقة اللي هي supplied بالartery دي في المايوكارديوم. مش عايزين بقى يعني ان احنا نعمل detection الماركر ده يعلى إيه لما خلاص الهارت مصل ضاعت خلاص وماتت. لا، ياريت ان هو البايماركر او الكارديك بايماركر يبدأ يعلى اول ما تبدأ يبقى فيه بدايات للانفلاميشن اللي بيحصل في المايوكارديوم وبدايات للنيكروزيس قبل الاكتوال مايوكارديوم نيكروزيس ما يحصل علشان نلحق ايه الاريا اوف ذا هارت دي ونلحق البيشنت ده من المايوكارديال انفاركشن. ممكن بيدوله بقى حاجات تدوب الجلطة دي فترجع البلاد فلو تاني فتكون قبل ما الاريا دي تكون ماتت. The aim of measuring the cardiac markers is early diagnosis. يبقى اذا ده الايم بتاعنا ان احنا نعمل early diagnosis of acute coronary syndrome including acute myocardial infarction. وده الاختصارات دي هنستخدمها ياريت نعرفها بس عشان لما نستخدمها بعد الاختصار. يبقى دلوقتي طيب عايزين نعرف سبيسيفيكالي بقى ايه حكايه الكارديوك بايماركرز، ايه حكايتها دي، بتعمل ايه، بتطلع ازاي، ويعني وايه موضوع الكارديوك بايماركرز. دول عباره عن انتروسيلر بروتين موليكيولز. يبقى دول عباره عن بروتينز موجودين بداخل السل وممكن يبقوا انزيمز، يعني ممكن يبقوا انزيماتيك او نون انزيماتيك. يبقى ايه هما الكارديوك بايماركرز؟ they are intracellular proteins. يبقى اهم حاجة عندنا دلوقتي ان هي جوه السل. released into the bloodstream from damaged heart muscle. اول ما السل دي تبدأ تتكسر او يحصل لها damage هتبدأ تطلع الماركرز اللي جواها وبتطلع تطلع البروتينز اللي جواها نتيجة النيكروزس او نتيجة الميوكارديال انفاركشن. ده نفس البرنسبل برضو بتاعت الليفر انزيمز اللي بتعلى برضو اول ما الليفر سيلز بتبدأ تحصل لها دامج. فبرضو يبقى اذا هما انتروسيلر بروتين موليكيولز maybe enzymes released into the bloodstream from damaged heart muscle as a result of myocardial infarction. البايماركرز دول ليهم characteristic rise and fall pattern. يعني بيعلوا ويوتوا. يعني مثلا معروف ان الماركر ده بيعلى بعد ساعة بعد ويروح بعد كده يحصل له فول الليفل بتاعه بعد ساعتين. يعني انا لما اعمله ولاقيه عالي يبقى اذا دي الانفكشن دي بقى لها ساعة مثلا. يبقى اذا ليهم كاركترستيك رايز اند فول باترن كل واحد غير التاني. ده الفكرة اللي احنا بنتكلم عليها ان بيحصل اثيروسكليروزس للوان اوف ذا كورونريس بيؤدي الى ناروينج والاوكلوجن للارتري وبالتالي بيقل البلاد سبلاي لسيرتن اريا اوف ذا هارت. يعني بيحصل اسكيميا بيحصل بعد كده نتيجه الاسكيميا بيحصل دامج اند نيكروزس اند ديس اوف ذا اوف ذس اريا وده اللي بنسميه المايوكارديال انفاركشن. نتيجه بقى النيكروزس او التاكل بتاع الهارت المسل سيلز دول بيحصل ريليز للكاردييك
بايو ماركرز. ده كده حتة رسم توضيحي. لو اعتبرنا ان دي السيل وجواها اللي هما البروتينز او الانزيمز، اول ما السيلز دي بتتفتح كده وبيبقى يحصل لها دامج، يبدا يحصل ريليز للبروتينز او الانزيمز دي انتو ذا بلود، ويبدا نسبتها تعلى في الدم بعد ما كانت قليله. بنقول بقى ان نسبه صغيره جدا only a small amount of these markers is usually detectable in the blood. They remain contained within the tissue cells. When the cells are damaged or destroyed, they release them into the bloodstream, causing the blood levels to rise. زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت. أول classification للcardiac biomarkers اللي هي في myocardial infarction بتبقى according to the nature. في بنسميها enzymatic و non-enzymatic. الانزيماتيك يعني بروتينز بس انزيمز زي الاسبرتيت امين ترانسفيريز او الاي اس تي او الجي او تي. تاني واحد اللي هو اللاكتيت دي هيدروجينيز اللي هو ال دي اتش. في بعد كده الكرياتين كاينيز او بس الايزو انزيم بتاعه اللي هو الام بي، هنقول يعني ايزو انزيم. والجلايكوجين فوسفوريليز ايزو انزيم بي بي، ودوت بيبقى يعني ماركر من الحاجات الجديده اللي لسه مش مكتوبه في حتت كتير. في بقى اللي هو النون انزيماتيك ماركرز اللي هم الميوجلوبين والكاردياك تروبونين تي او اي والاسكيميا موديفايد البومين. دي بقى كلاسيفيكيشن الثانيه اكوردنج تو ذا باثوجينيسيس. المفروض في زي اثيروسكليروتيك بليك او اللي هو الجزء بتاع الاثيروسكليروزس اللي قافل الارتري، ده بيحصل فيه انفلاميشن اند بليك دي ستابلايزيشن. في ماركرز بتبقى سبيسيفيك في المرحله دي بتعلى زي السي ري اكتيف بروتين، وده اصلا ماركر بيعلى في اي انفلاميشن. وفي المايلو بيروكسيديز، وفي الماتريكس ميتالو بروتينيزس، وفي الانترلوكين 6. في مرحله بعد كده بدا الايه الارتري يقل قل البلاد سبلاي، فبدات يبقى في اسكيميا، وده بيعلى فيها حاجه هنقولها النهارده اللي هي الاسكيميا موديفايد البومين والجلايكوجين فوسفوريليز انزيم ايزو انزيم بي بي. وفي برضو الفري فاتي اسيد وكذا واحد تاني فوسفولايبيز اي 2 وحاجات تانية لايب بروتين اسوشيتد لايب فوسفولايبيز اي 2. كل الحاجات دي برضو ماركرز كتيرة جدا في الكاردياك انجري. في مرحلة بقى ان حصل بقى قل البلود سبلاي وبدا يحصل نيكروزس، في الايرلي نيكروز بيعلى الميوجلوبين، وده عشان كده هو ايرلي ماركر. وفي الكرياتين كاينيز ام بي، وبعد كده بيبقى في ليت نيكروزس، في برضو الكرياتينين كاينيز ام بي والكاردياك تروبونينز. وبعد كده لما بيوصل بقى لمرحله ان الهارت حصل له دامج، هارت ماسل دامجد، وبدا يوصل لهارت فيلير، بيعلى حاجات تانية اللي هي البرين ناتيوريتك بيبتايد وماركرز تانية. بالنسبه للبوست جراديويت طبعا الحاجات دي مطلوبه. بالنسبه للاندر جراديويت بيبقى المطلوب بينا ممكن ناخد اكزامبلز لكل مرحله اللي احنا حط عليها خط دي. الماركر اللي احنا شايفينه اللي هو جلايكوجين فوسفوريليز انزيم بي بي، هنا في التيبل مصنفه على انه من الماركرز بتاعت الاسكيميا زي الاسكيميا موديفايد البومين. هو ممكن برضو يعني نحطه او هنا او تبع الايرلي نيكروزس في اول مراحل النيكروزس بتاعه الهارت ماسل، ولكن ممكن يطلع برضو في حالات الاسكيميا يعني بدايه قبل ما يحصل اكتوال نيكروزس. طيب دلوقتي ايه بقى الانديكيشنز اوف كاردياك بايوماركرز؟ ايه اللي يخليني بيشنت كده جاي للعياده اعمل له الكاردياك بايوماركرز؟ اول حاجه لو جاي يشتكي بشيست بين. الحاجه الثانيه لو عملت له اي سي جي ولقيت اي سي جي تشينجز سجستيف اوف مايكاردال انفاركشن، بتبقى حاجات المايكاردال انفاركشن ليها كاركترستيك باترن في الاي سي جي اللي هو رسم القلب الاي سي جي ده. الحاجه الثالثه هيستوري اوف هارت ديزيز، لو هو اصلا عنده هيستوري اوف هارت ديزيز. الموضوع بتاعنا بتاع المحاضره ده بيشمل الريتن وبيشمل الناحيه البراكتيكال او الجزء العملي اللي هيجي لنا بعد كده في العملي، او يعني احنا واخدين محاضرتي از ليكتشر واز بري لاب، بس احنا حبينا نوحد الكلام يعني ما يبقاش فيه تكرار في الكلام بتاعنا. بالنسبه للريتن هنركز على البايوكيميكال امبورتنس في كل ماركر، او الرياكشن اللي بيبقى مديتد لو هو انزيماتيك ماركر هنركز عليها، ده هيجي ممكن ريتن كويستشن او في الام سي كيو. بالنسبه للريتن برضو اللي هو الريتن هنركز برضو ممكن الحاجات اللي ممكن تيجي في الريتن اللي هي النيم
بتاع الماركر او لو ليه ايزو انزيمز او ليه ديفرنت نيمز برضو ممكن تيجي في الريتن كسؤال مقالي او ام سي كيو. الحاجات بقى اللي هتيجي غالبا ممكن نركز عليها في الاوسبي او البراكتيكال هو النيم والايزو انزيمز برضو او الحاجات بقى اللي هي الستارتنج اوف رايز اللي هو الكاركترستيك رايز اند فول باترن بتاعه بيبدا امتى يعلى بيوصل للبيك امتى بيحصل له ديسابيرنس امتى في الدم واذر كونديشنز بتاعت الانكريز لو حاجه تانية بيعلى في حاجه تانية غير الهارت ديزيز. اول حاجه عندنا اللي هو الانزيماتيك بايو ماركرز. اول واحد عندنا في الانزيماتيك بايو ماركرز اللي هو الاسبارتيت ترانس امينيز او الاي اس تي. الرياكشن بتاعه ده بيميديت اللي هو ترانس امينيشن رياكشن، يعني هو بتسمى ترانس امينيز او امينو ترانسفريز، يعني بينقل امينو جروب من امينو اسيد لحاجه اسمها الكيتو اسيد. يبقى هو بيعمل ترانس امينيشن رياكشن بين امينو اسيد اند كيتو اسيد. زي ما احنا شايفين هنا الامينو اسيد الجنرال فورمولا بتاعته بتبقى سي و اتش ماسكه الفا كربون ماسكه في اتش وماسكه في امينو جروب ان اتش 2 ماسكه في سي او اتش عشان كده اسمه امينو اسيد. اسيد يعني في سي او اتش وامينو يعني ماسك في ان اتش 2 وبيبقى ماسك في ار جروب دي اللي بتتغير بين الامينو اسيد. الكيتو اسيد بقى زيه بالظبط بس بدل لما هو هنا في امينو جروب في هنا كيتو جروب يبقى ده اسمه كيتو اسيد. يبقى الامينو اسيد كونتين امينو جروب اللي هي ال NH2 جروب وايل الكيتو اسيد كونتين اللي هو الكيتو جروب وفي ترانس امينيشن رياكشن اللي بيحصل اكسشينج بتوين الامينو جروب والكيتو جروب، يعني الامينو اسيد يدي الكيتو اسيد الامينو جروب بتاعته والكيتو اسيد يرجع له هو الكيتو جروب بتاعته. يبقى ده اكسشينج رياكشن او ترانس امينيشن رياكشن لاننا نقلنا الامينو جروب من الامينو اسيد للكيتو اسيد. لما الامينو جروب تتنقل من الامينو اسيد للكيتو اسيد اللي هيبقى اسمه امينو اسيد مين؟ الكيتو اسيد اصبح دلوقتي اسمه امينو اسيد، يبقى تحول الكيتو اسيد الى انذر امينو اسيد. في عندنا اتنين من الترانس امينيزس اللي هو الاي ال تي والاي اس تي ممكن نرجع لهم في محاضره الليفر انزيمز. هو مينلي هم كانوا بيبقوا من الليفر فانكشن تيستس بيعلوا لما بيبقوا موجودين في الليفر سيلز، ولكن الاي اس تي برضو موجود في المسل سيلز وبيعلى برضو في حالات الميوكارديال انفاركشن. علشان كده هو مش سبيسيفيك للهارت يعني نوت كاردييك سبيسيفيك وممكن يعلى في اذر ديزيزز زي ما هنقول دلوقتي. طيب هنا عندنا بقى بالرياكشن بتاع ال AST ايه هو الرياكشن ده بقى المطلوب. المفروض ادي عندنا الاسبرتيت امينو ترانسفيريز او ال AST. مين هو الامينو اسيد؟ بيبقى الامينو اسيد بيبقى اسمه اسبرتيت وفي بيبدا ان هو يتفاعل مع الكيتو اسيد اللي هو الالفا كيتو جلوتاريت. يبقى مين هنا الامينو اسيد؟ هو الاسبرتيت. ومين الكيتو اسيد؟ هو الالفا كيتو جلوتاريت. يبداوا يبدلوا مع بعض، ده يديله الامينو جروب بتاعته وده يديله الكيتو جروب بتاعته، وبالتالي الالفا كيتو جلوتاريت اللي كان كيتو اسيد اتحول دلوقتي لجلوتاميت اللي هو اصبح ده امينو اسيد تاني، والاسبرتيت بعد ما كان امينو اسيد واخد الكيتو جروب من الالفا كيتو جلوتاريت اتحول لكيتو اسيد تاني اسمه الاوكزالو اسيد. يبقى في الرياكشن ده ادي هنا عندنا ادي اللي بيحصل الفا كيتو اسيد مع اتحول الى امينو اسيد والعكس. بالنسبه للاي ال تي والاي اس تي الامينو اسيد بيبقى الاسبرتيت او الالانين في حالات الاي ال تي، ويعني خلينا دلوقتي في الاسبرتيت وبيدخل مع الالفا كيتو جلوتاريت اللي هو كيتو اسيد يبدلوا مع بعض الكيتو جروب والامينو جروب ويبدا يبقى اسمه هنا دلوقتي الجلوتاميت ويطلع الاوكسالو اسيتات. وبالتالي هنا ال AST ممكن نسميه سيرم جلوتاميت اوكسالو اسيتات ترانس امينيز لجلوتامين، برضه ممكن يسمى SGOT اس اللي هي سيرم جلوتاميت اوكسالو اسيتات ترانس امينيز، لان برضه ال
الناتج من الرياكشن هو اوكزالو اسيتات وجلوتاميت، يبقى ممكن نسميه على حسب اللي داخل اللي هو الاسبرتات والالفا كيتو جلوتاريت، او على حسب اللي خارج اللي هو الاوكزالو اسيتات والجلوتاميت. ايه ادي كده الرياكشن بصوره اوضح شويه. زي ما احنا شايفين ادي الاسبرتات كان فيه ال NH2 والالفا كيتو جلوتاريت كان في اللي هو الكيتو جروب. بالاي اس تي بدا ده يدي لده حاجته، يعني لو جينا نشوف هنا عدد الكربونز بتاعت الاسبرتات زي عدد الكربونز بالظبط بتاعت الاوكزالو اسيتات، يعني ده اخد الكيتو جروب بتاع ده واصبح بدل هنا ما في ان اتش 2 اصبح فيه هنا كيتو جروب، وبدا هنا الثاني اللي هو الالفا كيتو جلوتاريت اتحول اللي هو كان كيتو اسيد اتحول لجلوتاميت. هو ده شكله شبه ده بالظبط اهو، نفس الحاجات بس ده في كيتو جروب وده في امينو جروب اللي اخدها من ده. يبقى امينو اسيد مع كيتو اسيد ادى انذر امينو اسيد وانذر كيتو اسيد، ده زي ده وده زي ده، بس الاختلاف فيهم هو الكيتو جروب بتاعتهم. هنيجي بقى للاي اس تي موجود فين؟ موجود في كذا تيشو، ولكن سبيسيفيكالي هاي او موجود بهاي ليفلز في الليفر والهارت والسكيليتال ماسل والار بي سيز. اذا ات از نوت كاردياك سبيسيفيك، وبيبدا ان هو ده ممكن يعلى في اذر كونديشنز زي ليفر ديزيز او هيموليتيك انيميا او ماسل ديس اوردرز، ممكن نلاقي الاي اس تي فيها عالي اذر ذان اللي هي المايكارديال انفاركشن. طيب ده its level is significantly elevated in myocardial infarction، بيظهر بقى ده كلام عملي بيور بقى، بيظهر من 6 ل 12 ساعة وبيوصل البيك بتاعته في خلال 24 ل 36 hour وdisappear in 3 to 4 days. قبل ما نبدأ في السكند انزيماتيك ماركر لازم ان احنا نتكلم عن حاجة اسمها الايزو انزيمز، بس دي ليها ساينتيفيك بيس كده كذا بوينت كده عايزين نقولها. ان الستركشر اوف ان انزيم او بروتين از ديتيرمند باي ا بارتيكولر جين، يعني في كل جين بيطلع الام ار ان اي والام ار ان اي بيتركن بعد كده عشان يطلع سيرتن بروتين. The specificity والإنزيم ده لازم نقول إن الإنزيم ده عبارة عن بروتين. إذا كل إنزيم ليه particular gene. The specificity of the enzyme is determined by active site، يعني كل إنزيم هنا بيمسك في substrate معين هيشتغل عليه عشان يطلع products، فكل إنزيم ليه active site، ليه الactive site بتاعه، وبيبقى شبه بيقدر إن هو زي كده القفل والمفتاح، بيبدأ إن هو يمسك في السبستريت اللي ليه شكل ينفع يركب على الاكتف سايت بتاع الانزيم. The enzyme combined with the specific substrate at the active site، والسبستريت ده is broken down to form a product، بيبدا السبستريت ده يتكسر او يتغير يحصل له conformational changes وبيبدا يدي بعد كده البرودكتس. النقطه بتاعت الايزو انزيمز بقى ان الاكتف سايت ده ممكن يبقى present in more than one بروتين، يعني ممكن يبقى كذا شكل من الانزيم في different tissues او different organs. يبقى هنا الايزو انزيمز ار انزيمز اوف different proteins coded by different genes from different tissues، ولكن different enzymes دول او different proteins ليهم same enzymatic activity، فما قدرناش نقول ان هما different enzymes، لا هما enzymes شبه بعض في ال enzymatic activity، يعني ليهم same substrate ليهم same active site، وعشان كده مش هنقول ان هما different enzymes عشان كده سميناهم iso enzymes. يبقى ال iso enzymes are different proteins from different tissues coded by different genes and act on the same substrate. الانزيم التاني بقى في ال enzymatic marker هو اللاكتيت ديهايدروجينيز اللي هو بنسميه ال LDH. ايه الرياكشن اللي هو بيعمله؟ ان هو ده كان بيشارك في الانيروبيك جلايكوليسيس، هو ده المسؤول عن الانيروبيك جلايكوليسيس، يعني بيعمل كاتاليسيس للانتر كونفرشن اوف بايروفيت اند لاكتيت، يعني ده يتحول لده وده يتحول لده بريفرسبل رياكشن، وفي خلال التفاعل ده بيتغير برده في احصال انتر كونفرشن للناد اتش بلس اتش للناد.
ادي هنا عندنا رياكشن ان البيروفيت، ادي ده شكل البيروفيت. طبعا الفورمولا قلنا للتوضيح، البيروفيت هنا بيدخل لها بتتحد مع الناد اتش بلس اتش، بيدخل لها اثنين هيدروجين، ادي واحده هيدروجين وواحده، بتتحط واحده هنا وواحده هنا، اصبح هنا بدل ما كانت سي اتش 3 سي او سي او اتش بقت سي اتش 3 سي اتش او اتش سي او اتش، وده رمز اللاكتيت، يعني اللاكتيت زياده عن البيروفيت باثنين هيدروجين، جايين له منين الاثنين هيدروجين؟ بالناد اتش بلس اتش اللي بيتحول بعد كده لناد، يبقى ده رياكشن بتاع اللاكتيت دي هيدروجينيز. اللاكتيت دي هيدروجينيز بقى زي ما قلنا بمعنى الايزو انزيمز، خلاص احنا عرفنا يعني ايه ايزو انزيمز. هو ليه كذا ايزو انزيمز؟ لان هو موجود في almost all body tissues. اذا it is not cardiac specific، يبقى ال AST وال LDH دول not cardiac specific، يعني موجودين في حتة تانية غير ال heart. طيب اللاكتيت دي هيدروجينيز ايزو انزيمز جاية منين بقى؟ هو ال LDH عبارة عن موليكيول بيبقى تتراميريك موليكيول متكون من أربعة سب يونتس، يعني بيبقى موجود يعني متكون من أربعة بارتس، في اتش وام، في يا اما بقى تباديل وتوافيق بقى، يا اما يبقوا 2 اتش و2 ام، يا اما يبقوا 3 اتش و1 ام. المهم ان هو في الاخر هيبقى متكون من 4 سب يونتس، اذا هو تتراميريك موليكيول. وبناء على كده حصل ان قسموا اللاكتيت دي هيدروجينيز ايزو انزيمز ل دلوقتي خمسه تايبس، في يا اما يبقى عندنا اربعه اتش سب يونتس يعني اتش 4 او بنسميه ال دي اتش 1 ايزو انزيم، وده موجود في الهارت ماسل. في بقى اللي هو بيبقى موجود ثلاثه اتش سب يونت مع واحده ام سب يونت يعني اتش 3 ام، ده بنسميه ال LDH2، وده موجود في الهارت ماسل والار بي سيز. اذا دول اللي ممكن نلاقيهم في الهارت في الهارت ماسل اللي هو LDH1 او LDH2، دول الايزو انزيمز اللي ممكن تكون موجوده. في بقى HHMM يعني H2M2 اللي هو بنسميه LDH2 LDH3 اللي هو ده موجود في السبلين واللنج والاندوكراين جلاندز والليمف نودز. ممكن تبقى سبيونت واحده اتش و3 ام يعني اتش1 ام3، وده بنسميه ال دي اتش4 موجود في الليفر والسكيليتال ماسلز. ممكن يكون ام4 يعني اربعه سبيونتس كلهم ام، ده ال دي اتش5 وده موجود في الليفر والسكيليتال ماسلز. نورمالي ال دي اتش2 اللي هو تاني واحد ده concentration in the blood is greater than ال دي اتش1، يعني المفروض ده بيبقى اكتر من ده. لو لقينا بقى ان الباترن ده ريفرست، الباترن لما بيبقى ريفرست يعني بيبقى ال LDH1 نلاقيه عالي في الدم بصوره كبيره اللي هو موجود بقى سبيسيفيكالي في الهارت ماسل، اذا ده بيندكيت مايوكارديال انفاركشن. يبقى ال LDH على بعضه كده التوتال بتاعه ده نوت كاردييك سبيسيفيك، ولكن السبيسيفيك للهارت اللي هو ال LDH1. طيب الباترن بقى بتاع الرايز والبيك والكلام ده هو بيظهر من 6 ل 12 ساعة، يعني في الأول يعني حوالي 6 ساعات ل 12 ساعة بعد الشيست بين، وبعدين بيحصل له أو بعد الانجري يعني المايكارديال انجري البيك بتاعته بتوصل من 18 ل 36 ساعة، وبيحصل له ديسابيرنس بخلال 7 ل 15 يوم. البرولونجد إليفيشن بقى make it a good marker for those patients admitted to the hospital after several days of myocardial infarction. يعني لو واحد حصل له chest pain وadmitted للهوسبيتال وعايزين نتابع هل وجود الميوكارديال انجري، ممكن ده يبقى ماركر كويس لان هو بيقعد وقت طويل elevated يعني بيدسابير من 7 ل 15 يوم. However, its use is discouraged due to its non-specificity. يعني ده مش cardiac specific زي ما احنا قلنا، لأن ال increased levels بتاعته برضو بتحصل في حالات تانية زي ال progressive muscle dystrophy وال leukemia وال pernicious anemia وال megaloblastic وال hemolytic anemia وفي renal disease وفي generalized carcinoma.
في كلمه بس على الجنراليزد كارسينوما. المالجنت سيلز بتاع يعني بتعتمد مينلي في الميتابوليزم بتاعها على الانيروبيك جلايكوليسيس او الانيروبيك اوكسيديشن اوف جلوكوز. يعني عشان كده هو مين اللي مسؤول عن انيروبيك جلايكوليسيس؟ هو اللاكتيت دي هيدروجينيز ده. ف وبتستخدم ده as a source of energy. وبالتالي في حالات الكانسر او المالجنسي بنلاقي ان اللاكتيت دي هيدروجينيز موجود بهاي ليفل. الانزيماتيك ماركر الثالث عندنا هو الكرياتين كايناز سي كي او الكرياتين فوسفو كايناز بنسميه سي بي كي او الفوسفو كرياتين كايناز. دي ثلاث اسامي للانزيم. ده بيعمل كاتاليسيس للكونفرشن اوف كرياتين تو فوسفو كرياتين او بنسميه كرياتين فوسفات. وده بيكسر اي تي بي للاي دي بي وبالتالي بيطلع انرجي، لان قلنا الهاي انرجي بوند اللي في الاي تي بي لما بتتكسر بتطلع انرجي. يبقى ده بيسهل بيحول اهو ادي الكرياتين الى فوسفوكرياتين. اخذنا الفوسفات منين؟ عن طريق اخذناها من الاي تي بي، فكينا واحده فوسفات وبالتالي طلعنا انرجي. الانزيم ده موجود فين؟ برضو ده ليه ايزو انزيمز. السي كي انزيم ده از ادايمر، يعني اشتترامر بقى، بيتكون من 2 سابيونت. كان اللي فات بيتكون من 4 سابيونت، ده دايمر يعني consist of 2 subunits. في بي subunit وفي الام subunit. البي subunit ده بيسموها البرين تايب، وفي الام subunit اللي هي بنسميها المسل تايب. وبالتالي التبديل والتوافيق بتاعت الموضوع ده هتدينا 3 different isoenzymes. في اللي هو الكرياتين كاينيز ام ام، ده موجود في المسلز. البي بي موجود في البرين، يا اما ام بي يعني واحده سابيونت ام واحده سابيونت بي، ده موجود في الهارت. اذا السي كي ام بي ده هايلي كارديك سبيسيفيك، لان هو مش موجود في حته غير في الهارت. فاذا لما اقول لكم كرياتين كاينيز على التوتالي كده مش سبيسيفيك، لكن السي كي ام بي ده هايلي كارديك سبيسيفيك. It can be used to indicate early reinfarction if the level normalizes and then increase again. يعني ده بيساهم، يعني لو احنا عندنا ال CKMP كان عالي وبعد كده الليفل بتاعه نزل وبعدين رجع عالي تاني، ده معناه ان حصل reinfarction، يعني رجعت الانفاركشن مرة تانية. الانزيم ده المفروض ان هو بيعلى من 4 ل 6 ساعات بعد الانفاركشن، وبيحصل له بيكنج من 10 ل 24 ساعة، وبيديسابير في خلال 24 ل 48 hours، يعني من يوم ليومين. If the plasma or serum CK activity is normal, a second sample should be taken about 4 to 6 hours later. يعني لو كان في البيشنت ده عنده chest pain ولقينا ان CK activity طبيعية او السيكي ليفل نورمال، لقيت ناخد سامبل تانية بلاد سامبل تانية ونقيسه بعد 4 ل 6 ساعات. الماركر بقى اللي هو الانزيماتيك ماركر الرابع اللي هو جلايكوجين فوسفوريليز ايزو انزيم بي بي. ده الجلايكوجين فوسفوريليز ده انزيم مسؤول عن الجلايكوجين ميتابوليزم. يا ريت نرجع لها كبايوكيمستري، يعني ايه هي ايه الحاجات بتاعت الجلايكوجين ميتابوليزم. كان جزء منها اللي هو جلايكوجينوليسيس، هو ده بيعمل كاتاليسيس للفيرست ستيب في جلايكوجينوليسيس، اللي هي بيحصل ان الجلايكوجين بيتحول لجلوكوز 1 فوسفيت. الجلايكوجين فوسفوريليز ده بيبقى دايميريك بروتين او دايمر كومبوزد اوف 2 ايدنتيكال سب يونتس، يعني 2 سب يونتس شبه بعض. سابيونتس دول ممكن يبقوا LL، وده ايزو انزيم موجود في الليفر اللي هو بنسميه GBLL، وفي واحد موجود في المسل اللي هو GBMM، وفي اتنين سابيونتس اللي هو البي بي ده اللي هو GBBB ده موجود في البرين. لقوا بقى الايزو انزيمز بي بي اند ام ام ار فاوند ان ذا هارت، ولكن الجي بي 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 هو البريدومينانت في الهارت، يعني ده موجود في الهارت اند برين. الجلايكوجين فوسفوريليز ايزو انزيم بي بي ده الباثوجينسيس بتاعه الرايس بتاعته ان في الكارديوم هايزايس كان الجي بي از اسوشيتد وذ جلايكوجين اند ساركوبلازميك ريتيكولم اند فورم كومبلكس، يعني بيعمل باوند فورم ماسك في الساركوبلازميك ريتيكولم والجلايكوجين.
اول ما بيحصل تشو هايبوكسيا بيبدا يعني نقص الاكسجين نتيجه نقص الدم للكارديومايوسايتس، بيبدا الجي بي دوت يتحول من ستراكشرالي باوند فورم انتو سوليبل سيتوبلازميك فورم، بيبقى فري فورم، وبالتالي الجي بي 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 از ريليزد فروم ذا كارديومايوسايتس. الكلام ده بقى بيحصل في اول ما، يعني معنى كده ان اول ما الكارديومايوسايتس في الايرلي ستيجز بتاعه المايوكارديال دامج بيبدا الجي بي 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 يبقى ريليزد من الكارديومايوسايتس. اذا جي بي ايزو انزيم بي بي از ان ايرلي ماركر فور ذا ديتكشن فور ذا اسكيميك مايوكارديال دامج، وبالرغم ان هو نوت كاردياك سبيسيفيك الا ان احنا قلنا الجي بي عايزه انزيم بي بي بيبقى موجود في البرين والهارت، فلو احنا عملنا اكسكلوجن للبرين انجري اذا هيبقى ساعتها سبيسيفيك للهارت لان هو في المكانين دول بس. اذا اتس انكريز از راذر سبيسيفيك فور اسكيميك مايوكارديال انجري وين دامج تو ذا برين اند كونسيكوينت ديستربنس في البلاد برين بارير كان بي اكسكلودد. يعني لو عملنا اكسكلوجن للبرين انجري يبقى ده هيبقى ساعتها كاردياك سبيسيفيك. جي بي ايزو انزيم بي بي ستارت تو انكريز من ساعه لاربع ساعات من التشست بين اونست، وده بيميزه ان هو كده اللي ماركر وبيبدا يريتيرن تو ذا ريفرنس ليفل بتاعه وذن 1 تو 2 دايز افتر ذا اكيوت مايوكارديال انفاركشن اونست. ندخل بقى بعد كده في النون انزيماتيك ماركرز او الكاردياك بايوماركرز اللي هم نون انزيماتيك. اول واحد فيهم اللي هو الميوجلوبين، ده small size heme protein found in all tissues mainly assist in oxygen transport. يعني ده عبارة عن molecule مسؤول عن الoxygen transport في كل التيشوز، يعني ان كل التيشوز في المسلز بتاعت كل التيشوز، يعني مش specific كده للهارت، يعني الكلام بتاعنا كده ان هو not cardiac specific، يبقى هو ليه high sensitivity but lack specificity not cardiac specific. It is released from all damaged tissues وبالتالي هو poor specificity. It is the first marker to increase in the blood after myocardial infarction. ليه؟ ده بيبدأ في ان هو يعلى من ساعتين لاربع ساعات بعد المايوكارديال انجري او بعد المايوكارديال انفاركشن، وبيوصل للبيك بتاعته من 6 ل 12 ساعة وبيبدا يريتيرن تو نورمال من 24 ل 36 ساعه. اذا الماركر ده بتاع الميوجلوبين ده ليه هاي سنسيتيفيتي بات لاك ذا سبيسيفيتي، اند اولزو ات از سنسيتيف ديو تو بور سبيسيفيتي مايوجلوبين ليفل دونت اولويز بريدكت المايوكارديال انجري، يعني ما اقدرش اعتمد عليه قوي، ولكن هو ميزته بس ان هو ايرلي ماركر. بس زي ما هنقول بعد شويه في برضه اكتشفوا ايرلي ماركرز سبيسيفيك اكتر للهارت. طب ايه الكونديشنز الثانيه اللي بيطلع بيعلى فيها الميوجلوبين؟ اول حاجه يعني عامه جنرالي غير الاكيوت مايوكارديال انفاركشن ممكن سكيليتال ماسل دامج، ماسكولار ديستروفي، انفلاماتوري مايوبسيس، رينال فيليور، سيفير يوريميا، شوك اند تروما. اي حاجه من الحاجات دي ممكن يعلى فيها نسبه الميوجلوبين في الدم. قبل ما ندخل على الماركر اللي بعد كده عايزين نتكلم بس عن حاجه كده انترودكشن، ايه هم الكونتراكتايل بروتينز اوف ماسل فايبرز، يعني البروتينز اللي بتساهم في الماسل كونتراكشن. في عندنا في الماسل كونتراكشن في الماسل ستراكشر كان عندنا في مين بروتينز مسؤوله عن الماسل كونتراكشن اللي هو الاكتين والمايوسين. الادي ده اللي هو الاكتين اللي هو الاحمر ده، وفي اللي هو المايوسين اللي ليه جلوبيولر هيد كده وطويل، ده هو ده المايوسين فايبرز. وفي بعد كده ريجولاتوري بروتينز ثانيه اللي هو التروبومايوسين والتروبونين. مايوسين اند اكتين فورم ذا مين كونتراكتايل اليمنتس اوف ذا ماسل بيكوز ذير بايندينج كنترول ذا ستيت اوف كونتراكشن ريلاكسيشن اوف ذا ماسل. الماسل بيحصل لها كونتراكشن وريلاكسيشن عن طريق ان هنا الهيدز بتاعت المايوسين بتبدا تمسك هنا في الاكتين ليها بايندينج سايتس وبتبدا تتشد على بعضها، يحصل لهم سلايدنج على بعض فالمسل تعمل كونتراكشن. لكن في ريجيلاتوري بروتين بقى بتبدا ان هي تنظم الموضوع ده اللي هي زي ما احنا شايفين كده اللي هو الخط ده اللي هو تروبومايوسين، وفي اللي هو
الاكتين التروبونين اللي هو بيمسك فيه الكالسيوم وبيساهم برضو في المسل كونتراكشن. من الماركرز اللي عندنا بقى اللي هي سبيسيفيك للهارت جدا او المايوكارديال انجري اللي هو الكاردياك تروبونين. تروبونين is a complex of three regulatory protein تروبونين C و I و T. يبقى في ثلاث انواع من التروبونين اللي هو C و I و T. It is associated with contraction in the skeletal and cardiac muscle. يعني ده موجود في skeletal and cardiac muscle. ولكن التروبونين I و T serve as a potent and specific marker for the cardiac disease. ادي ده شكل التروبونين اهو بس متقسم لتروبونين T و C و I. مين اللي سبيسيفيك للهارت اللي هو الاي و التي. الكاردياك تروبونين دوت مفروض ان هو التي والاي نورمالي بيبقوا نوت ديتكتد في الهيلثي انديفيديوال ولكن سيجنيفيكانت انكريز بيحصل في في حالات المايوكارديال نيكروزس. It starts to increase 4 to 8 hours after the onset of symptoms and remain elevated برضو مدة طويلة يعني لمدة 7 ل 10 ايام. Troponin is a preferred biomarker with CKMB is sufficient when troponin testing is unavailable. يعني CKMB ده cardiac specific جدا ولكن طبعا التروبونين ده preferred اكتر لان هو specific اكتر جدا للهارت ولكن نعمل CKMB لو مش هنقدر نعمل التروبونين testing. الماركر الثالث هو ماركر جديد ويعني مش هنلاقيه مكتوب في حتت كتير ولكن هو ماركر جديد ليه لان هو بيبقى positive within minutes of ischemia فديت ممكن يعمل early diagnosis يعني كده هو ماركر كويس جدا. الاسكيميا موديفايد البومين او الاي ام اي الساينتفك بيس بتاعته ان هو لما بيحصل اسكيميا بيحصل كونفورميشنال تشينج تو البومين وبالتالي المفروض الالبومين في الحاله الطبيعيه بيبقى يقدر يعمل بايندنج الميتالز زي الكبر والكوبالت والنيكل. لما بيحصل اسكيميا بيبدا الالبومين ده بيحصل فيه تغير فما بيقدرش ان هو يمسك في الميتالز زي الكبر والكوبالت والنيكل. لما الديكريز بقى في البايندنج كاباسيتي دي كان بي ميجرد باي اديشن اوف سبيسيفيك سبيسيفايد اماونت اوف كوبالت تو ذا بيشنت سيرم وبعدين بنقيس بنعمل كالوريمتريك اسي ذات ديتيرمينز اماونت اوف انباوند كوبالت. يعني المفروض ان الالبومين ده بيقدر عنده كابابيلتي او عنده كاباسيتي ان هو يمسك في الميتال زي الكبر والكوبالت والنيكل. لما بيحصل كونفورميشنال تشينجز للالبومين ما بيقدرش يمسك الميتالز دي. هنقيس الكلام ده ازاي في المعمل ان احنا بنضيف كميه من الكوبالت للسيرم بتاع البيشنت بنديله كميه من الكوبالت وبنقيس الكوبالت اللي هو مش ماسك في الالبومين فهنلاقي ان النسبه بتزيد جدا في حالات الاسكيميا لان كده الالبومين حصل له كونفورميشنال تشينج فما عادش قادر يمسك اي كوبالت انا بضيفه للدم. ده بيتقاس بكالوريمتريك اسي. طيب التايمنج بتاعه بقى الاسي ده بيبقى بوزيتيف وزن مينتس اوف اسكيميا يعني فيري ايرلي ماركر بيعمل بيكينج وزن 6 اورز وريمين اليفيتد فور اب تو 12 hours. Isn't this help detection before the development of myocardial necrosis? يعني بيدتكت الاسكيميا يعني قلة الدم لسه الاريا اللي سبلايد بالبرانش بتاع الكورونا ده لسه ما ماتتش. فطبعا ده حاجة مهمة جدا يعني احنا ممكن ندي thrombolytic agents حاجة تدوب الجلطات او كده وبنبدأ ان احنا ننقذ الجزء ده من عضلة القلب ان هو تموت قبل ما يحصل actual myocardial necrosis. يبقى this help detection before the development of myocardial necrosis وفي الحقيقة وفي الوقت ده لو عملنا ال levels بتاعت ال CKMB والتروبونين والميوغلوبين هنلاقيها normal. يعني احنا عشان نتأكد ان هنا لسه ما حصلش myocardial necrosis في الوقت اللي ده بيعلى فيه هنلاقي الحاجات التانية لسه ما علتش يعني ما حصلش actual myocardial injury. إذن عشان نعمل دياجنوزس للميوكارديال انفاركشن يبقى ممكن نعمل دياجنوزس بيها بوجود الكاردياك ماركرز بالكاركترستيك اللي هو رايز اند فول باترن
at least one of the following اللي هو ischemic symptoms, development of the pathologic Q wave في الاي سي جي او اي سي جي changes indicative of ischemia, ودي الحاجات زي ST segment elevation or depression ده شغل بقى الاي سي جي, او الكورونري artery intervention اللي هو الكورونري angioplasty. التابل ده مهم جدا, هو تجميع للمحاضرة كلها. بنشوف كل ماركر will start to increase will peak will return to normal. اول واحد CKMB ده كان بيزيد من 4 ل 6 ساعات وبيوصل للبيك 10 ل 24 ساعة وبيرترن تو نورمال من 2 ل 3 دايز. ال LGH كان بعده بشوية من 6 ل 12 ساعة وبيبيك 18 ل 36 ساعة وبيرجع للنورمال من 7 ل 15 داي. يعني كده دول يعتبر من الماركرز اللي بتطول جدا في الدم. يجي المايوجلوبين بعد كده, ده من الايرلي ماركرز بيطلع من 2 ل 4 اورز وبيبيك 6 ل 12 ساعة اذا ده, وبيرجع من 24 ل 36 ساعة. يعني ده يعتبر من الايرلي ماركرز. التروبونين هنا بيطلع من 4 ل 8 ساعات وده فيري سبيسيفيك للهارت, واللي هو بيعلى بعد كده بيوصل للبيك من 12 ل 18 ساعة وبيفضل في الدم برضو فترة طويلة زي ال LDH من 7 ل 10 ايام. والاسكيميا موديفايد قلبي من بقى ده, وهو جلايكوجين فوسفوريليز ايزو انزيم بي بي, دول كانوا برضو من الايرلي ماركرز زي المايوجلوبين, بيطلع حوالي 1 ل 4 اورز وبيستمر لمده 1 ل 2 دايز. انما الاسكيميا موديفايد قلبي بيطلع ويزن مينتس, يعني قبل اكتوال مايوكارديال انجري, وبيعلى البيك بتاعته 6 ساعات وبيقعد اب تو 12 اورز. هنا بقى في مجموعة من الأسئلة المهمة عايزين نعرفها عشان يعني نركز المعلومات بتاعتنا. What is the first marker to increase؟ بنقول اللي هو الاسكيميا موديفايد قلبي من the minutes, وفي الجي الجلايكوجين فوسفوريليز ايزو انزيم بي بي من 1 ل 4 hours, والمايوجلوبين اللي كان من 2 ل 4 hour. What is the cardiac marker, cardiac specific markers, الحاجات اللي specific للهارت, في اللي هو CKMB والتروبونين. What is the marker which lasts more, اللي هو التروبونين كان بيستمر لحوالي 7 ل 10 ايام, ال LDH كمان من 7 ل 15 day. Thank you and good luck.